اهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه لذيذه وجديده وصحيه كيف ما عودتكم. اليوم جيتكم بالوصفه ديال لي شو دو بروكسل او لا البراعم الصغيره ديال الملفوف دو بروكسل. بزاف الناس في المغرب ما كيعرفوهاش لان ما متواجداش عندنا لسوء الحظ في المغرب. كنتمنوا انهم يحاولوا يا اما يغرسوها في المغرب يا اما يستوردوها من دول بحال هولندا وبحال بلجيكا، لان هولندا وبلجيكا كينتجوها بزاف، وبالاخص عندنا هنايا في هولندا كينتجوها بزاف هنايا في زيلاند. هاد الوصفة ديال الملفوف فهي واحد يعني ملفوف عادي كيشبه الملفوف الكبير اللي هو المكور، وغير هي كتكون صغيور يعني بحجم واحد الجوزة، المهم واحد الحجم صغيور. هاد النوع من الخضر عنده فوائد كثيرة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، غادي نذكرها لكم في واحد الفيديو خاص ان شاء الله، غادي نخلي لكم في نهاية الشاشة او لا في صندوق الوصف ان شاء الله، غادي نتحدث لكم مزيان على الفوائد ديالها. هاد الملفوف هذا فهو عنده واحد الرائحة اللي كتكون مجهدة شي شوية، كتدخل يعني من ضمن الخضر الصليبية اللي بحال البروكولي والشوفلور، كتعطي واحد الريحة شوية مجهدة، فلذلك الأطفال كيجدوا صعوبة أنهم يأكلوها. أنا جبت لكم واحد الطريقة سهلة كيفاش تقدموها ولذيذة وصحية، خليكم معي حتى الأخير باش تشوفوا الطريقة والمقادير ديال التحضير ديال الوصفة. بالنسبة للطريقة ديال التنظيف ديال هاد السبراوتيس هادو لي شو دو بروكسل، هما هادو نقيتهم من قبل، فأنا غادي نحاول نقي هادو كيف ما كتشوفوا. غادي كنتمنى أن تكون الصورة قريبة لكم. شوفوا ضروري خصكم تحيدوا هاد القشرة هادي وتقطعوا هاد الخر هذا باش كتحصلوا على واحد السبراوتيس هكا اللي كتكون قطعية هكا، يعني كي هانتوما كنبداو الاول كنحيدو هذاك الخر ديالها لان تيكون فيها الحشرات، وكنبداو نقشرو هاد القشره الاولى الثانيه حتى كتبان لينا بان هذيك سبراوتي ولات صافي ما بقاش فيها، حيت شكون اللي كيخلي هذوك الصبايع تيكونوا هانتوما كيف كتشوفوا الحشرات كيكون فيها كلون فيها. كنحيدو حيت هذا راه بيوم، هاد العام ما درت الجردة حيتها هادي مقيقية صافي. كنديرها هنايا مع خوتها باش كنغسلها وكنكمل على هاد. هانتوما كيف ما كتشوفوا شتو كنديرو هاد الوخر علي ونبداو نقشرو فيها هكا ساهلين. اول حاجه هنايا غادي نقطع هادوك سبراتيش على جوج كيف ما كتشوفوا هكا نصفين كيف ما كتشوفوا باش يسهل ليا لان ما خصكمش طيبوهم بزاف، وحتى الطريقه ديال الطياب يعني الصحيحه اللي خصكم طيبوها تتفوروها ماشي تتسلقوها في الماء. انا غادي نوريكم الطريقه. كتقسموا اول حاجه كتقسموا الكميه كامله وكديروا هنايا في الكسكاس، هنا كتكونوا رديتوا الماء كيطيب باش منين كيطيب الماء كتكونوا ساليتوا الكميه هنايا عمرتوا هذا الكسكاس. هانتوما هنايا منين ساليت التقطاع ديال داك سبراتيش هنا الطنجره غلات ليا فغادي نرد هكا باش يتفور. المده ديال التفوار ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق ما تفوتوهاش. هنا من بعد ما تفور لي داك سبراتيش هانتوما كيف ما كتشوفوا كما قلت لكم ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق كنخليهم هنا في الزلافه جانبا، وهنايا كندير واحد شويه ديال زيت الزيتون اولا الزبده اللي بغيتو، وكنشحروا الكروفيت كنشحروا غير شويه قليل. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا انهم يديروا الدجاج فممكن ديروا الدجاج الهبره في بلاصه هاد الكروفيت، يعني الدجاج غادي ترقدوه في شويه ديال الخل كما كندير ليه دائما،
والملحة وشوية الإبزار وشوية أعشاب منسمة وزيت الزيتون كترقدوه واحد ربع ساعة ولا نص ساعة كاع صافي. وعاد كتقليوه هكا في الزيت البلدية باش كدغيا كيتقلى لكم وكيجي فتي. يعني عندكم الاختيارية ديروا الدجاج يا ديروا هكا الكروفات اللي بغيتوا، يعني نتوما واختياركم، يعني كتختاروا على حسب الموجود عندكم. فهنا كنقلي الكروفيت واحد شوية صافي. ملي كيتقلى لكم مزيان ها نتوما كيف ما كتشوفوا صافي كتخليوه جانبا فواحد الزلافه هنايا. من بعد ما قلينا داك الكروفيت اولا الدجاج اولا داكشي اللي عندكم وفورنا دوك السبراوتس كيف ما كتشوفوا، هنايا عندنا المقله فوق النار، وعندي هنايا البصله اللي كتكون مقطعه يعني رقيق، وعندي الثومه كذلك اللي كتكون مقطعه رقيق. هنايا غادي ندير الزيت، الزيت اولا الزبده اللي بغيتوا اللي تعجبكم. غادي ندير جهد هكا واحد البصله كبيره اولا جوج بصلات متوسطين، نضيف لهم واحد جوج سنينات ديال الثومه حتى هما اللي كيكونوا مقطعين مربعات صغيره. ونبدا كنشحر فيهم، ما خصنيش نطول في التشحار باش ما كيطيرش منهم داك الكبريت وداك الفيتامينات اللي كيكونوا معروفين يعني عندنا في الثومه والبصل. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا ملي كنشحروا البصله والثوم، هنايا ملي كنشحروا البصله والثوم كنضيفوا هنايا دوك سبراوتس. هنايا خذ واحد 500 غرام هكاك ديال داك لي شو دو بروكسل، كنخليهم واحد 5 دقائق كيتشحروا حتى هادو هاد السبراوتس، وحنايا كنحركوا فيهم هكا باش ما يتحرقوش. فهنايا حولت واحد المقله كبيره لان هذه صغيره كيف ما كتشوفوا، انا حولت هنايا المقله كبيره باش تساليا، وكيف ما قلت لكم غادي نخليها تتشحر هكا 5 دقائق على نار تكون شويه متوسطه، وحنا كنحركوا هكا مره مره. وهنايا كيف ما كتشوفوا ملي دازت 5 ديال الدقائق كتزيدوا كذلك واحد العلبه ديال الشامبينيون اللي كتكونوا غسلتوها وقطعتوها بهذه الطريقه، هذه علبه ديال 250 غرام هكاك، وكتقليوها كذلك واحد 5 دقائق. بغيتوا هنايا تضيفوا كذلك زيت الزيتون مزيان. المهم هنايا راه تقلى كلشي، دابا هنايا غادي نضيف هذاك الكروفيت اولا هذاك الدجاج على حسب اللي متواجد عندكم. انا كنحاول نحرك مزيان هنايا كيف ما كتشوفوا عندي 250 مليلتر ديال لا كريم فريش اولا الكريمه الطاريه السائله. الا ما كانش عندكم الكريمه الطاريه السائله كما كنقول لكم دائما حاولوا تاخذوا هذاك الجبن المثلث وطحنوه مع شويه ديال الحليب دافي انتما كتكون سائله. هنايا كنخليو الكل غادي نغطيه بالغطايه، وغادي نخليه على واحد النار اللي كتكون متوسطه ما كتكونش مجهده. كنخلي الكل يعني كيطيب لمده 8 حتى 10 دقائق، المهم حتى يبدا داكشي كيبان لكم بانه كيدير البواقات. هو اصلا بدات يغلى كيف ما كتشوفوا، ها نتوما شوفوا راه بدات يغلى شفتوا. المهم غادي نخليه هكاك واحد 5 دقائق، الا بان ليا كله بدات يغلى غادي نرجعوا من بعد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا منين غلات ليا يعني كدير ديك البواقات، فهنايا كنحاول نطفي عليها النار لان حتى دوك الخضر ما خصهاش تطيب بزاف يعني باش ما تفقدش يعني دوك الفيتامينات. فهنايا الا بغيتوا ديروا الجبن دابا اولا كتخليوه في اخر المطاف، المهم انا غندير واحد شويه دابا وغادي نخلي الباقي فاش غادي نبغي نحطوه في الطبسيل. هنايا غادي نحاول نخلط الكل جيدا باش كيدوب ليا هذاك الجبن. هنايا غادي نحاول نحطه في صحن التقديم
نتوما كيف ما كتشوفوا الوجبه ديالنا يعني واجده، جات رائعه جدا. حتى ويلا بغيتوا تخليوا حتى تبرد يعني باش كيطلق فيها داك الجبن كيدوب وكتولي شويه يعني مجموعه بحال لي بات يعني حتى هكاك مزيان. ولا بغيتوا تقدموها بحال هكا ساخنه مزيان. كنتمنى الوجبه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم الجميله اللي كتفرحني دائما، والضغط على زر اعجاب. وشكرا، تحيه طيبه، بسلام عليكم.